بنتها 19 سنة، عندها حب شباب كتير، وده تقريبا معظم السن اللي في السن ده بيبقى حب الشباب منتشر. طيب خلينا نقول 19 سنه دايما بيبقى في الفتره دي في حاجه اسمها هرمونال امبالانس، فتره الهرمونات مش ستيبل. في ناس بشرتها بتبقى دهنيه وكيبابل ان مع البشره الدهنيه يحصل لها حب شباب. كويس. طيب نعمل ايه؟ واحد نروح للدكتور، دي اول حاجه لازم، يعني ده اول طريق. خلي بالك انا عندي هيستوري ان مامتها فيها مشكله في جلدها، فانا لما يكون عندي طفل كده او حد كده من التين ايج اللي هو السن ده اروح بيه للدكتور على طول عشان انا ما اضطرش اسكت، وبعد ما اسكت يبقى مع الحبوب في ندبات وهيبقى العلاج وحفر بقى وعلاج بالليزر وكريمات وليزر، هخش في دايليما انا مش قدها لا ماديا ولا معنويا. كويس. لان هي بتاخد وقت طويل ومكلفه كمان، والبنات كمان خصوصا البنات والله، والولاد كمان في السن ده بيبقوا مكسوفين انا وشهم جدا ان وشهم فيه حبوب. فاحنا كل ما نبتدي ايرلي يعني بدري كل ما يكون احسن، ما يسيبليش ندبات وفي نفس الوقت احاسب. طبعا مع في السن ده بلاش بقى الدهنيات الكتير والمقليات والفاست فود والوجبات السريعه والسوداني ومكسرات والشطه والحاده والبيبسي والشوكليت والجانك فود اللي هم الكنتاكي والحاجات اللي هي فيها حاجات دهون مشبعه. كل ده بيزود لي الدهون بتاعه البشره، وانا اصلا بشرتي دهنيه لان غالبا هي بشرتها دهنيه. كويس.